إن من أعظم ما يبتلى به الإنسان مصيبة الموت وفقه يشاء قضاء الله وقدره أن نودع رمزا من رموزها. ندعو الله عز وجل أن يرحمه ويتغمده بواسع الرحمات وأن يسكنه فسيح الجنات. اللهم اغفر له وارحمه وعافه. سيد طاهر الزبيري هذا القائد الهمام الذي كان يذكرنا بالفاتح من نوفمبر كلما رأيناه وسمعناه، هو اليوم بتقدير الحكيم يرحل عنا في نفس اليوم الذي اعتدنا أن نذكره به. إنه لقدر ذو مغزى بتدبير السميع العليم ليبقى سيد طاهر الزبيري ابن نوفمبر حياً وميتاً. نسأل العلي القدير أن يشمله بواسع رحمته ويسبل عليه دثار المغفرة وجميل الصبر وبالغ العزاء لأسرته وذويه ولعائلته الكبرى من الأسرة الثورية ورفاق الواجب في مؤسسة الجيش الوطني الشعبي ولحاضنته الكبرى الجزائر.